في ظل ما تشهده تعز من حراك سياسي وجماهيري هذه الأيام، خرجت صباح اليوم مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله رافضة لأي تدخلات خارجية في شأن اليمني حسب قول المشاركين فيها. خرجت صباح اليوم مسيرة نظمتها جماعة أنصار الله، انطلقت من شارع جمال بمحافظة تعز رفضا لما عبر عنه المشاركين فيها لأي تدخل خارجي في شؤون اليمن. خرجنا اليوم لكي نوصل رسالتنا إلى العالم، إلى الخليج، إلى الدول الجوار، إلى الداخل والخارج، بأننا نرفض الهيمنة السعودية، نرفض الهيمنة الأمريكية. نريد أن نستعيد سيادتنا ونستعيد قرارنا، نريد أن يعيش اليمنيين معتمدين على أنفسهم. المسيرة جابت عدة شوارع وكانت آخر نقطة لها باتجاه مبنى المحافظة، إلا أن اشتباكات مع معارضين للمسيرة حالت بينها وبين الوصول إلى مبنى المحافظة، وهو ما أدى برجال الأمن إلى التدخل لفك الاشتباك ومنع توسعه. المناطقية والطائفية والمسميات والعناوين الأخرى لا توجد في تعز. تعز الثورة، تعز 21 سبتمبر. 21 سبتمبر هي حاضنة اليمن، حاضنة الكادحين ومن أجل الفلاحين والمظلومين والمضطهدين، وبالتالي على ضوء ذلك نحن لا نعير أي اهتمامات لدول الخارج. التعبير عن الرأي بالمسيرات السلمية حق كفله الدستور ويجب الالتزام به من قبل الجميع.